السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. اليوم نحضر معكم شوربة الخضار. هذه الشوربة سهلة التحضير واقتصادية وصحية أيضا. أترككم مع المقادير وطريقة التحضير. طبعا لا تنسوا أن تدخلوا للقناة، تضغطوا على أبوني، بعد ذلك تضغطوا على الجرس حتى لما ينزل أي فيديو جديد يصلكم إيميل أو نوتيفيكاسيون. كذلك تجدون في القناة وصفات مختلفة، ادخلوا وتصفحوا الوصفات. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، كذلك بارتاجيو الفيديو مع الأصدقاء. أما بالنسبة للمقادير تجدونها باللغتين العربية والفرنسية في صندوق الوصف أسفل الفيديو. نحتاج إلى تشكيلة من الخضر، أنا هذا اللي حابة نعمله، أنتم ما تحبوا. نحتاج إلى الكرافس، عملت هكذا الباقة، وهذه العيدان نقصصهم نعملهم في ليغيم. احتاج الى بصلة بيضاء، احتاج الى حبة من الطماطم، جزر هنا اخذت 3 حبات، زوج حبات من البطاطا وحبة من اللفت. اما بالنسبة للتوابل احتاج الى الملح، فلفل اسود، واحتاج الى ملعقة كبيرة من الزبدة، وحوالي 50 غرام من الجبن هذا اللي طل، كيلافاش كيغي ولا كيغي اي جبن. ابدا في التحضير. نفولها الماء ونعملوها الطيب، نغطيو كامل الخضر هكذا بالماء. نحيو الباقة تاع الكرافس، ننزعوها بعد ما طابت الخضرة، ونطحنو بهذا لو بغا ميكسيغ، نطحنو كاع الخضر. بعد ما طحنا الخضر كليا، هذا اختياري، نضيفو مكعب بنة هنا نعملو تاع الخضر. نضيفو حوالي 2 معالق كبار تاع الفيرميسيل نضيفوها، ونخليوها طيب لمدة من 8 حتى 10 دقائق. ما طابت الفيرميسيل الآن نضيف الجبن ونحركو حتى يذوب الجبن ونطفيو عليها. هذه هي لاصوب، راها جاهزة لاصوب تاع الخضر. نتمنى وصفه اليوم تعجبكم وتجربوها. الى جربتوها ما تنساوش تخليوا لي التعليقات نتاعكم. اشكركم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.